أعزائي المشاهدين، صباح الخير عليكم. إزيكم وعاملين إيه؟ معادنا النهاردة بقى مع القمر وحلاوة القمر وشياكة وجمال القمر الماجيك السكس برو الجديد. تليفون جاي بمواصفات رائعة جدا، تعجبكم جدا. سعر مش هنقول على قد الإيد، ولكن هنقول أعلى شوية. بس بصراحة مقارنة بكل التليفونات اللي في السوق، أنا برشح التليفون ده للي عايز يجيب تليفون فيه كاميرا، فيه بطارية، في معالج قوي، تصوير رائع، معالجة للصور وتصويرات تحفة. التليفون ده بصراحة بيحمل جميع المقاييس اللي في العالم اللي بتشمل الفلاكشيب. تليفون جاي من العيال التقيل، هنراجعه النهاردة. فعلا أبدعت أونر في الماجيك السكس برو الجديد، وطلعت كل المواصفات بتاعت الشركة فعلا فيها. هنشوف التليفون ده وهنراجعه حتة حتة، وهنشوفه وهنشوف سلبياته وإيجابياته. هنقف على نقاط الضعف بتاعته والقوة. هحط ما بين ايدين حضراتكم داتا كامله اذا كنتم عايزين تشتروا التليفون، او اللي معاه الماجيك 5 البرو عايز يلاقي ولا لا. القناه يا جماعه بعيد تاني، ما تنسوناش في ان انت تعمل سبسكرايب واشتراك في القناه. افرش وانشر القناه دي في كل حته في العالم، للي تعرفه واللي ما تعرفوش. خلي الناس كلها تشترك في القناه دي، بفضل ربنا ثم فضلكم انتم هنوصل ل 100,000 مشترك في خلال شهرين. يلا مع بعض نراجع التليفون الاكثر من رائع اللي من شركة أونر، وهو الأونر الماجيك السكس برو الجديد. أنا أخوكم أشرف عرفان، ودي قناتكم أنتوا، قناة ثاندر ليجن. يلا بينا. أعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم اخباركم؟ يا رب تبقوا بخير. اهلا بكم في حلقه جديده من حلقه الثاندر تكنولوجيا ومعلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. الفيرجن او الجيل الجديد من سلسله الماجيك في شركه اونر، وهو الماجيك 6 برو، جايه بصراحه بتفصيله ومواصفات وامكانيات يا جماعه تحفه جدا. لازم نستعرض التليفون ده، وفعلا التليفون ده انا برشحه بقوه جدا للي عايز يشتري تليفونات فلاج شيب وفي نفس الوقت سعر كويس ومقبول، قصاد طبعا المنافسين الشداد ومعاه امكانيات ضخمه هنستعرضها النهارده مع بعضينا. قبل ما ابتدي استعرض التليفون الروعه دوت، مش هنسى افكركم يا جماعه الاشتراك في القناه مهم جدا، السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وزر الجرس لو سمحتم فعلوه عشان يجيلكم كل جديد. يلا مع بعض نستعرض التليفون الجميل الروعه من شركه اونر، وهو الماجيك 6 برو او 6 برو الجديد. يلا بينا. زي ما كلنا بنبدا دايما في اول التعريف او المراجعه بنستعرض مواصفات التليفون الخارجيه، هو مستطيل الشكل مع دائره الحواف وحديتها، والشاشه بتيجي كيرفت من اليمين والشمال، وهما كاميرتين في المنتصف في الاعلى. الظهر روعه طبعا، وبيجي لا اما جلد لا اما جلاس او زجاجي. كلمه اونر في الاسفل العرض، وفي الاعلى خالص حته مربعه كده مايله للدائريه بشكل شيك وانيق قوي وتصميم جميل جدا. وفي الثلاث كاميرات والسنسورز والفلاش، وبرده الظهر خلي بالك بومبي، الاطراف كلها بالكامل رفيعه جدا واخده شكل بومبي بسيط جدا، البيزلز قليله قوي في التليفون دوت. بالنسبه للتليفون بدا الترويج ليه في 11 يناير 2024، ابتدى يطرح للبيع 18 يناير 2024. مواصفات التليفون كالاتي: 162.5 في 75.8 في 8.9 ملم. الوزن المقدر للتليفون ده 225 جرام للي ظهره ازاز، و229 جرام للي ظهره جلد. من الامام هيبقى ازاز ومحمي ب نوع ازاز جديد اسمه جوهينو جلاس، اسم غريب قوي اول مره اسمع عنه، ولكن بيقولوا ان هو متين واقوى من الفيكتس او الكورنينج جوريلا جلاس. يعني الظهر برضو من الازاز، وفي بعض الفيرجن بينزل مي الايكو او اللي هو البوليمر الايكو ليذر الجديد. التليفون مجهز ان هو ياخد شريحتين من نوع النانو، ولكن مش مجهز ان هو يبقى الكترونيك اس اي ام، مع ان يعني المفروض ده فلاج شيب يبقى فيه اصلا تجهيز للالكترونيك او الاي اس اي ام. بيجي بمعيار الاي بي 6/8 المضاد للميه وللاتربه بعمق طبعا متر ونص لمده 30 دقيقه.
اما مواصفات الشاشه فهي روعه لانها من نوع ال LTPO اوليد مليار لون. الريفرش ريت او معدل التحديث بيوصل ل 120 هرتز بدعم ال HDR وال HDR10 بلس. وبصوا بقى اسمعوا الرقم ده معايا يا جماعه، النتس بيوصل ل 5000 نتس، اقوى درجه سطوع في الاضاءه العاليه التليفون ده حتى الان في جميع الفلاج شيبس الموجوده على مستوى العالم. مساحه الشاشه 6.8 انش بقوه استحواذ 91.6%، ريزولوشن شاشه 1280 في 2800 بكسل، اسبيكت ريشيو 19.5 ل 9، وكثافه بكسلات 453 بكسل لكل انش. بالنسبه للسيستم اللي هينزل في التليفون ده هيبقى اندرويد 14 بالواجهه الماجيك او اس 8، وده معاه معالج من شركه كوالكوم نوعه سناب دراجون 8 جين 3 او الجيل الثالث، وده المعتمديه بتاعته 4 نانومتر. زي ما انتم عارفين ده اوكتا كور او 8 انويه. النواه الرئيسيه بقوه 3.3 جيجا هرتز كورتكس اكس 4 ده المسمى بتاعها، والثلاث انويه المتوسطه بقوه 3.2 جيجا هرتز كورتكس اي 720 ده المسمى بتاعه، والثلاث انويه المتوسطه الثانيه بقوه النواتين الثانيين بقوه 3.0 جيجا هرتز كورتكس اي 720، والنواتين موفرين الطاقه بقوه 2.3 جيجا هرتز كورتكس اي 520. توليفه الروعه دي بيدعمها كارت جي بي يو او رسوميات من نوع الادرينو 750. التليفون للاسف ما بيجيش يركب فيه كارت ميموري، ولكن بينزل بذاكره اما 256 او 512 او 1 تيرا بايت من النوع اليو اف اس 4.0، والرامات بتيجي ب 12 جيجا بايت رام مع ال 256 و 16 جيجا بايت رام مع ال 512 او ال 1 تيرا، طبعا قابلين للزياده ب 8 جيجا بايت رام يعني. اما الكاميرات بقى الخلفيه الروعه، اسمعوا بقى الارقام اللي هقولها لكم دلوقتي ديت. الكاميرا العريضه 50 ميجا بكسل فتحه عدسه 1.4 بتدعم الليزر الاوتو فوكس، بتدعم البي دي اف والتثبيت البصري الاو اس. اما البريسكوب التليفوتو 180 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.6 بيدعم البي دي اف والاو اس التثبيت البصري، واوبتيكال زوم 2.5 اكس اوبتيكال زوم. والكاميرا الالترا وايد 50 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.0 ده اوتو فوكس. التوليفه الروعه دي بيدعمها ال اي دي فلاش، بيدعم تصوير اتش دي ار والبانوراما، وتصوير الفيديو بيوصل ل 4 كي بفريم 30 و60 فريم بير سكند. الكاميرات الاماميه بقى 50 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.0 ده اوتو فوكس، والكاميرا الثانيه تي او اف 3 دي ودي بتبقى عزل وسنسورز في نفس الوقت. وزي ما قلت لكم كده تقدروا تعرفوا ان هي فلاج شيب او من الكاميرات النظيفه لما تيجي تشوف تصوير الفيديو، تصوير الفيديو بتاع الكاميرا ديت 4 كي بفريم 30 فريم بير سكند. بالنسبه عندك للصوتيات، فالسماعات من الاسفل من الاعلى استيريو، ومفيش مكان لتركيب الجاك 3.5. وحدات الكوميونيكيشن روعه، الواي فاي بقى احدث حاجه حتى بال7، البلوتوث بفيرجن 5.3، الجي بي اس تراي باند، الان اف سي موجود، والانفراريد على فكره كمان موجود، الراديو هو اللي مش موجود، واليو اس بي من نوع تايب سي 3.1 اخر فيرجن، وفي نظام الديسبلاي بورت 1.2 وبيدعم الاوتو جي. بصمه التليفون دوت في الشاشه اوبتيكال، وفي خلي بالك فيس الاي دي، وفي كمان سنسورز في جميع التليفونات، ومدعم على فكره بالرسائل والكول عن طريق القمر الصناعي، مجهز بإمرجنسي اس او اس، والساتلايت تقدر تبعت وتكلم كمان عن طريق الساتلايت او عن طريق القمر الصناعي. البطاريه بتاعته تحفه وكبيره لانها ليثيوم 5600 ملي امبير، مع شحن سريع 80 وات، وشحن لاسلكي 66 وات، وشحن عكسي كمان 10 وات، والريفرس عن طريق الكيبل 5 وات. دي حاجه تحفه جدا. التليفون ده بينزل منه 5 الوان، البلاك الاسود او الجرين اللي هو بيبقى ظهره ازاز، وفي اللي هو الجرين بيبقى ظهره جلد، والبلو الازرق، والبيربل اللي هو لونه موف شويه ده بيبقى ظهره برضه جلد، والوايت اللي بيبقى ظهره اللؤلؤي بالازاز. وقت تسجيل الحلقه دي كان سعر التليفون 730 يورو، يعني لو حسبنا اليورو ب 60 يعني تقريبا ثمن التليفون ده داخل له في 43.5 او 44 قول 45000 جنيه. تليفون بصراحه روعه جدا، فلاج شيب بالمعنى الحقيقي، ما فيهوش اي عيب الا بس حاجتين تقريبا، انه ما بياخدش كارت ميموري، وان مش مجهز بالالكترونيك الاس اي ام،
دون ذلك التليفون ده رائع رائع جدا، وعلى فكرة الشاشة بتاعته خرافة وجميلة. لغاية ان وصلنا لنهاية الحلقة، يا رب تكون الحلقة عجبت حضراتكم، ورحب جدا بالاستفسار في اي وقت. مش هنسى يا جماعة افكركم، ما تنسوناش الاشتراك في القناة او السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وزر الجرس لو سمحت عشان يجيلكم كل جديد. شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم، وسلام عليكم.